نحن في هذا المقام ونحن نرحب بكم جميعا. سنستمع إلى الكلمة من سعادة اللواء محمد رجائي عبد الحميد في تأبين هذا الشاعر، وهي كلمة للملتقى. تفضل حضرتك. طب تفضل عشان نسأل الناس كلها. تعال هنا حضرتك عشان الميكروفون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسعدني طبعا. لو سمحت بس شيل الكمامه وبس عشان الصوت. بسم الله الرحمن الرحيم. يسعدني طبعا وجودي في وسط عمالقة الشعر والأدب في مصر، وفي حفل من ذو عنوان الوفاء لشخصية يعني شكلت وجدان وساهمت في الإبداع وساهمت في تكوين شخصية، ويعني اهتمامها بالشخصية المصرية واهتمامها بالفن العربي والشعر العربي والديوان العربي، ده طبعا شخصية عظيمة جدا. وورقة بتسقط من أوراق شجرة عظيمة جدا في مصر. مصر غنية، ومصر يعني ساهمت أيضا في هذا الإبداع. يعني هو زي ما شاعرنا العظيم الراحل ساهم في تكوين شخصية، أيضا مصر ساهمت كثيرا في تكوين شخصيته. ويعني طبعا يعني كلامه ودواوينه ستخلد، وهو لم يرحل بأعمال، أعماله باقية زي ما أدبنا العظيم وشاعرنا العظيم أستاذ زينهم قال. يعني بنسمع كلمات بقى لها 1400 سنة وبنسمع أعمال بقى لها 1400 سنة، فالأعمال باقية لا تنضب ولا تنتهي، لكن هو في رحمة الله وندعو له بالرحمة، ونحن ندعو له أيضا يعني أن يكون في معية الله وفي يعني غفران الله ورحمته إن شاء الله. وبس ليه وصية لأدبائنا ويعني الكبار العظام، إن إحنا محتاجين شغل كتير جدا، محتاجين شغل كي نساهم في بناء جيل جديد من الشعراء والأدباء، وجيل يساهم في تعديل الانحراف اللي حصل في الشخصية المصرية. فطبعا حضراتكم ليكم دور كبير جدا جدا، ومحتاجين شغل كبير جدا في الفترات القادمة، وندعم الدولة وندعم كل المؤسسات التي تساهم في بناء الشخصية المصرية أو إعادة بناء الشخصية المصرية، ويعني رجوعها إلى أو يعني إصلاح إعوجاجها. فلأن فعلا حصل رد كبير جدا، والشخصيات اللي بترحل ما فيش مكانها. فإحنا حضراتكم ليكم دور كبير جدا، وصية إن إحنا ندعم المؤسسات اللي بتعيد بناء الشخصية مرة ثانية كي نعيد وجود عدنان آخر وشخصيات عظيمة أخرى ممن رحلت. ومصر إن شاء الله باقية بأعمالها وبأبنائها وخالدة بإذن الله. شكرا جزيلا لحضرتك. قبل أن يبادرنا يبادر المنصة سيادة اللواء، الحقيقة هو وعدنا أنه حيساهم في شعبوية الشعر وأن يصل الشعر إلى الناس جميعا. والحقيقة إن إحنا لما قلنا أن الثقافة يجب أن تصل إلى 100 مليون مصري، وأن الجهل يجب أن ينمحي، سواء كان جهل قرائي أو جهل ثقافي أو جهل رقمي. والحقيقة في معرض الكتاب هذا العام وجدنا منصات خارج القاعات، وهذه المنصات خارج القاعات يتواصل من خلالها الشاعر مباشرة مع الجماهير. وبحكم أن سعادتك مدير لأكبر حديقة من حدائق الحيوان في مصر، والحقيقة أنت رحبت كثيرا بأن يكون هناك للشعر موقع
شعبوي بحيث أن تكون هناك منصة للشعراء رواد الحديقة الذين يذهبون بالآلاف. نستطيع أن نقول كلمة حق وخير وجمال لهؤلاء الناس، وإن شاء الله على تواصل. ونحن نشكر لك دعوتك الكريمة، ونشكر لك يعني رغبتك في أن تزيل وتمحو هذا الجهل في الوعي عن الناس جميعا، مع جزيل الشكر لك. تفضل.